السلام عليكم. نفت مصادر من وزارة الصناعة في تصريح لجريدة الشروق التحضير لفرض دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط استيراد السيارات، مؤكدة أن دفتر الأخير الصادر مطلع شهر ماي المنصرم صاري المفعول ويتم العمل وفقه، حيث تدرس اللجنة التقنية المكلفة في فصل ملفات وكلاء السيارات المعتمدين وفقه، وأكدت أن العمل مستمر على مستوى اللجنة التي تشتغل على قدم وساق للنظر في الملفات المودعة على طاولتها. وللتذكير، تنشط في السوق العالمي 14 مجموعة للسيارات بعدد إجمالي يعادل 54 علامة للمركبات، في حين يتيح دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد وتصنيع المركبات للمتعاملين الراغبين في الضفر بتراخيص الاستيراد والإنتاج اختيار المجموعة التي ترغب في التعامل معها، مع احترام الشروط والمعايير التي يفرض دفتر الأعباء والتي جاءت لتنظيم نشاط الوكلاء وحماية المستهلك الجزائري. واللي يبغي يتأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.